حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون الف خير، الف 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 خير. هذا الفيديو هو ثاني فيديو، تمام؟ سويته قبل بس بغير تليفون، فهذا الفيديو لا هسه غير شكل. هذاك هيجي يعني جد قبل سنتي، ما اعرف كم سنه اصلا صراحه، فهذا غير شكل، هيجي احلى ان شاء الله يعجبكم. اذا انتم جداد بالقناه سووا اشتراك بالقناه وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل فيديو انزله، وإذا عجبكم فيديو لا تنسوني باللايك وعلقولي إيش تريدون أسوي لكم فيديوهات، علقولي وننزلكم الإنستغرام والفيسبوك والسناب كل شيء كل شيء كل شيء بصندوق الوصف من السوشيال ميديا اللي عندي إياها. هذا نبلش الفيديو. كم أكو أشياء في هذا الفيديو تشوفكم يوم. أول شيء نبدأ بالكفرات، لو تعرفون كم كفر عندي. أول واحد هذا، وهسا أقولكم منين اشتريتهم كلهم. أول واحد هذا، تمام، والميك اب، هذا حتى مكتوب ميك اب، هذا كلش عاجبني كلش عاجبني بوقتها اشتريته. ثاني واحد هذا، صراحة لونه كلش حلو كلش عجبني، تمام. هذا ثاني واحد عدوا وياي. ثالث واحد تتفرجون انه مثل مراية ويا هاي، فكل شي بوقتها عجبني. هذا ثالث واحد، يعني بكون حاطتهم يمي هنا. هذا الرابع، هذا تحس يعني احسه كيوت كلش كيوت، بس انه وال مالتهم كل زينه، يعني التليفون تعرفون كم مره وقع من عندي. الحمد لله الحمد لله كل شيء ما صار بي. هذا يا وافي، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا اني هذا اول واحد اشتريته، هذا أول واحد اشتريته بحيث بوقتها من اشتريته ما غيرت، بقى التليفون إنه باقي على هذا وما غيرته فترة كلش كبيرة كانت، كلش وقت عجبني. هذا يا واحد، هذا الخامس، هذا السادس. هذا كله إنه أسود وكله ورود، كلش كيوت. هذول اغيرهم حسب المود مالتي. وهذا من اسافر احطه، انه واحدة طيارة وهاي المود مالتي يكون سفر احطه، كلش عجبوني. اخر واحد هذا حطيته بالتليفون، ما اقدر، هذا يكون كله اسود وشفاف، يعني هذا سيم كارت الواحد الاخر حاطته بي، فكلش بوقتها. واشتريتهم كلهم كلهم من شي ان، كلش الكواليتي مالتهم كلش زينين، يعني صراحة ما توقعت انه هيجي الكواليتي، بس خبلون عجبوني، يعني انا هالاشياء كلش احبهم. بلش اول شي هذا، بلش بالتليفون، هذا صورتي بالجامعة، نفتح نبلش اول شي بهذا. هاي صورتي قبل 2019 هاي صورتي، سأشوفكم يا ايش تطلع 2019 قبل 4 سنين. واو عمر. هاي اول شيء، اول انه اول واجهة، اول شاشة، اول شيء، المهم اكو اول شيء. أول شيء اللي هي بيها الصور والكاميرا والطقس، المنبه مسوي، يعني من أريد أقوم أسوي كل 5 دقائق منبه لين ما أقوم سهولة. هاي وجهي والإيميلات، وهاي ثاني وحدة عندي، هاي تشوفوها يس،
اللي هي التيك توك والفيسبوك والانستغرام، التيمز اللي ما يعرف التيمز اللي هو مال الدراسه اونلاين اللي يسوون بيه ميتينج وهالسوالف، من جنة اونلاين بالدراسه ايام كورونا الله يرحمه ان شاء الله ابد ما تنعاد، واليوتيوب هذا شيء ما بها اشياء مهمه، يعني الاشياء المهمه بس فيسبوك انستغرام تيك توك ويوتيوب وتيمز، بس هذول هاي الصفحه ما استعمل بقيه اصلا. هاي بها شيء هيته شيء امود على شيء، وهاي المودل اللي ما يعرف المودل هم من الدراسه الدكاتره ينزلون اشياء على المودل اللي من يسموها هاي من ملازم وهالسوالف. ملازم هي نفسها الدوسيات اذا ما تعرفون شنو ملازم، يعني احنا بالعراق ملازم نسميها ملزمة. هاي التاونشيب نفسها فذاك التليفون نفسه بهذا التليفون ما تغيرت. هاي واستوديو يوتيوب اللي ما عرف استوديو يوتيوب اللي يشوف اليوتيوب الفيديوهات وشنو المشاهدات وهالسوالف. هاي اوبر وهم ايميلات وملبانك وهذا تيم هورتن اللي انا بوقتها انه راح ادد دبي دا روح على تيم هورتن طلع مو نفس اللي هنا اللي بكندا حتى غير طعم اصلا. بعد ما بي عايش اشياء حتى الماسنجر اللي هاي اللي ما يعرفها مسي تاون اللي من الاردن هما واحد يجمع نقاط ورسول. نجي ثالث صفحة للعلم أنا اللي ما يعرف أنا ألعب ببجي وكنت ألعبها قبل إنه بس بقيتها صار لي هواية أصلاً، هي والكول أوف دوتي ما ألعبهم صار لي هواية. وهذا من الأغاني الفوكس أف أم، ها خلي أقولكم على هذا الفوكس أف أم، تنزلون أغاني من الإنترنت وتقدرون تستعملوه بدون إنترنت. أنا كم منزل أغاني من الانترنت ايضا وبدون انترنت اقدر استعملهم بحيث كل زين كلش حب هذا التطبيق. عادي يعني. هذا هم البي سي اوبتيموم اللي ما يعرفه اللي هو تطبيق هم من هنا هو مال كندا، يجمع نقاط وواحد مني يصير عنده نقاط معينة يقدر يستعملها وهي سوالف تتحول دولارات وهاي. وهذا تي تي سي مال الباصات، مال الباصات انه الباصات ايش وقت انه الوقت ايش وقت تجي الباصات اللي هاي. هذا مال الجيم وهذا مال ماكدونالد، لا هذا غير مال الجيم، هذا مال ماكدونالد اللي هنا رجعت عليه هيات. هذا أما يجمع نقاط اللي هنا وتقدرون واحد يقدر يبدلها وهاي كم سوالف. هاي ماكو شيء، هاي من هاي ذات نقطة ما استعملها هواية، حتى من هاي من التكتات ما استعملها، مرة استعملتها وندمت. من الحجز أونلاين يس. نجي على هاي ما ما استعملها هواية أصلا، هي ما استعمل هاي حد، بس ممكن مرات قليلة استعمل طلبات اللي بالأردن بس ما استعمل هيك. بس أحب هذا البينترست، هذا كل شيء مرات أتفرجه البينترست كلش أحبه، يعجبني هالشكل أتفرج أشياء كيوت وحلوة كلش تعجبني. بعد هاي همينة، هاي مال البريستو الكارتات مال الكارت مال الباص اللي هنا من الباصات بكندا، هم ما استعملها اصلا هواية لان ما دبال انه بالموبايل احطه بالماشين وخلاص استعمله اعبيه بالماشين بالمحطة ما دبال. واستعمل هذا كلش استعمله هواية اللي هو مال سكان، يسوي سكان هذا يسوي سكان للأوراق ويحولها بي دي اف كلش أحبه هواية استعمله. وهذا
واخر شيء هذا اخر شيء وين تبين ايه هذا هو مطعم يسوي هذا اسمه يسوي اكلات كل مو اكلات انه شايفين هاي الهوت دوغ يطمصوها ما اعرف ايش تطلع مقرمشه وهالسوالف هسه اشوفكم يا هذول وين ريوردز بعدها تطلع هيجي هاي هالسوالف هم كلش احبها صراحه وتيك توك هاي سوالف هاي الموجودة بال آخر شيء بالتليفون يعني أكو أشياء كم أستعملها أكو أشياء ما أستعملها اللي أستعملها الأوردي اللي هواية كلش اللي هي التيك توك حتى بالتيك توك مو هواية أستعملها يعني حتى الفيديوهات اللي عندي بالتيك توك ها اللي ما تعرفون اسمي على التيك توك كمان اسمي سمارة جميل هذا اسمي على التيك توك اطلعكم اياه تبين سمارة جميل على التيك توك تابعوني عليه وهم صورتي ما وحتى فيديوهاتي قليلة عليها اصلا فيديوهات اكثر على الفيس مو الفيسبوك سوري الانستغرام انستغرام هواية 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 كل شيء يومية انزل في الانستغرام واليوتيوب ده حاول انه انزل لان صلي هواية منزلة ما اشتقت لكم حرام المهم ف ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله حبيته وراح انزلكم دائما بعد فيديوهات انتظروني ده حضر على فيديوهات ان شاء الله تعجبكم همينة واني احبكم هواية هواية وانتظروني فيديو جديد أحبكم. باي.